اليوم صرخات كبرى حول المعلقات والمعنفات. توجد معلقات أو معنفات، فللمرأة كل حقوقها المشروعة كما للرجل كل حقوقه المشروعة، ولدينا في الشريعة ما يعالج كل المشاكل وما يصحح كل الأزمات، فلا معلقات في منظور الفقه والشريعة، ولا معنفات، ولا شروط تعجيزية، ولا شروط تعجيزية أو إضرارية، فلا ضرر ولا ضرار، وللفقهاء صلاحياتهم في حسم هذه القضايا حتى لو تعنت زوج أو تعنتت زوجة. هناك أخطاء في التطبيق يجب أن تصحح من أي موقع صدرت هذه الأخطاء، ولا أحد غير المعصوم فوق النقد والمحاسبة، ولا أحد، لا أستثني أحد. فلا زواج ولا طلاق ولا ميراث ولا أحكام أسرة تخضع إلى أحكام الدين، والبديل هو أحكام مدنية أنتجتها عقول بشرية قاصرة، وحتى القضاء يجب أن يكون مدنيا، وحتى القضاء يجب أن يكون مدنيا لا علاقة له بالشرع والدين. أنا لا أتحدث هنا عن هذا الوطن أو ذاك الوطن، الحديث عن مشاريع تتسع لكل أوطان المسلمين ولكل شعوب المسلمين. لا ننكر وجود مشاكل، لا ننكر وجود مشاكل وأزمات، وخاصة في مساحات الأسرة والعلاقات الزوجية، ولكن من قال أنها من إنتاجات الدين وفقه الدين؟ إنها من إنتاج الأخطاء والأهواء.